ابو حميد مساء الفل عليك. مساء الفل عليك كابتن، منورنا ومشرفنا، وبنقول لك مبروك طبعا. كل من ينتمي للنادي الاهلي سعيد وفرحان بالفوز الكبير على نادي الزمالك، وبنقول لك مبروك ومحضر لنا ايه النهارده؟ مبروك طبعا للنادي الاهلي طبعا. عايزين نقول بقى ان احنا وشنا حلو على النادي الاهلي، او النادي الاهلي دايما هو اللي وشه حلو علينا. كل مره بنيجي ببطوله مختلفه عن الثانيه بنقول مبروك لجماهير النادي الاهلي. ان شاء الله ان شاء الله طبعا. يمكن البطوله طبعا كانت بالنسبه، بنتكلم طبعا على مباراه الاهلي والزمالك، تعتبر بطوله خاصه على الرغم حتى ان الفوز اللي فيها، او كانت تعتبر مباراه معنويه من الدرجه الاولى لفريق النادي الاهلي او لفريق حتى للنادي الزمالك. كان معنويه بمعنى ان الاهلي النهارده الحمد لله كان محقق خلاص البطوله، كانت انتهت، محقق الفوز بالدوري، الدوري 43 طبعا، ولكن كان ليها دايما، بيبقى ليها دايما مذاقها الخاص عشان تحافظ على فرحه الفوز بالدوري. نفس الكلام بالنسبه لدوري ابطال افريقيا، فانت النهارده عاوز تحافظ على الناحيه المعنويه بالفوز بمباراه القمه، والحمد لله اتحقق دوت حتى على مستوى الاداء، على مستوى النتيجه كانت مباراه جيده جدا طبعا. طيب اكيد كان مباراه على مستوى النتيجه مباراه كبيره، بحقق النادي الاهلي بربعيه على مستوى الارقام. شفتها ازاي من خلال تحليلك للارقام لمباراه النادي الاهلي والزمالك؟ كان في طبعا تضارب في الاراء في حته التحليل ما بين الشوط الاول والشوط الثاني. هل فعلا كان الزمالك رجع الشوط الثاني ولا لا؟ هل الاهلي انخفض مستوى درجه كبيره؟ فممكن احنا نستعرض احصائيه المباراه ونقسمها ما بين احصائيه الشوط الاول اللي حصل فيه، احصائيه الشوط الثاني، ونستعرض اول حاجه طبعا الجدول بالنسبه لاحصائيه المباراه في الشوط الاول. ممكن هنلاقي طبعا خلال الشوط الاول طبعا الاهلي احرز 3 اهداف بنسبه استحواذ 56%، وهنا طبعا نسبه الاستحواذ دي نقطه مهمه جدا هنتفرج عليها من الناحيه الفنيه والفيديو الخاص بازاي الاهلي كان بيعمل البيلد اب بتاعه بكل اريحيه وبيطلع بالكوره، ما كانش فيه اي كليرنس او اي تشتيت دايما للكوره. هنشوف برضو، هنلاقي ان في الشوط الاول كانت طبعا بدل ما بنتكلم عن نسبه استحواذ، هنلاقي طبعا التمريرات 304 تمريره بنسبه صحيحه 90% في الشوط الاول. 300 تمريره طبعا ده استحواذ عالي جدا طبعا. نفس الكلام طبعا نشوف بقى فعاليه الاستحواذ ده، هنلاقي ان التصويبات بالنسبه لفريق الاهلي كان عمل 7 تصويبات منهم 4 على المرمى مقابل تصويبه وحيده لفريق الزمالك على مرمى النادي الاهلي. بالنسبه للتسلل طبعا كان واضح الاهلي 4 تسللات، ده طبعا بيدل ان الاهلي كان فيه اندفاع هجومي، حاله هجوميه دايما بقدر الامكان. طيب خلينا نشوف برضو، نشوف برضو احصائيه الشوط الثاني، لان برضو زي ما انت بتقول كان كل الناس بتقول لك اصل الشوط الثاني هو كان شوط نادي الزمالك والزمالك كان افضل كثيرا من النادي الاهلي. نشوف الارقام ولغه الارقام قالت ايه. خلينا نشوف، هنلاقي طبعا ان الاهلي احرز هدف والزمالك احرز هدف خلال الشوط الثاني. نسبه الاستحواذ برضو كاجمالا، هنلاقي ان نسبه الاستحواذ كان في صالح النادي الاهلي 52%. طب نشوف ترجمه الاستحواذ، هنلاقي برضو ان معدل التمريرات خلال الشوط الثاني كان اعلى لصالح النادي الاهلي، التصويبات 5 مقابل 3 مقابل 6 فيهم 2 لفريق النادي الزمالك. بنقول ان فريق الزمالك رجع مره ثانيه طبعا نتيجه تعديل صحيح في الفورميشن بتاعه الفريق، ولكن برضو ما بنقولش ان هو قدر يسيطر على مجريات المباراه، ما هدد المرمى الاهلي طبعا. ولكن ستيل برضو الاهلي كان موجود في المباراه، الاهلي ما خرجش بره المباراه بدليل انه احرز هدف والزمالك احرز هدف وحيد. وكمان ثلاث ركنيات مقابل ركنيه وحيده لنادي الزمالك، 3 تسلل، نتيجه برضو ان احنا لازم نقول حتى على مستوى الشوط الثاني كان في هجمات منظمه للنادي الاهلي بشكل كبير، ما فيش شك كان بدايه الشوط الثاني كان افضليه لنادي الزمالك في نص الملعب، ولكن يبقى طبعا يعني اجمالي المباراه هو الرقم المهم جدا في هذه الاحصائيه. طيب كانت مباراه كبيره، مباراه على مستوى الارقام على مستوى النتيجه، عايزين نعرف النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه عنده مباراه يوم الاحد امام نادي المقاولين. شايف المباراه على المستوى الفني، هل هيكون في بقى بدائل كثيره ستشارك في هذه المباراه من بعض اللاعبين اللي ما خدوش دقائق لعب كتيره؟ هل هيكون في تغيير كبير في تشكيله نادي الاهلي؟ هل سيدفع كولر ببعض العناصر اللي عايز يشوفها ويجربها ويدي شويه راحات لبعض اللعيبه؟ ده هيتوقف طبعا على الهدف اللي هيبتدي من مارسيل كولر او الجهاز الفني بالكامل يقولوا المرحله اللي جايه الاهلي عاوز ايه. هل فعلا هو عاوز يكمل زي ما حضرتك تفضلت في المقدمه قلت، هل عاوز يكمل الارقام القياسيه بحيث انه ينهي الدوري بدون هزيمه، عاوز يحافظ على شباكه بحيث ان انت اقوى خط هجوم اقوى خط دفاع بثمان اهداف. ولكن انا في رايي الشخصي ان انت من المفترض ان انت داخل على بطولات الفتره اللي جايه هيكون فيها ايام الراحه قليله جدا، فمن الافضل ان الاهلي دايما يبتدي يبص على تدوير عن تدوير اللعيبه بالظبط. انا متفق معاك، لاني كمان اعتقد كولر من خلال المؤتمر الصحفي لمح بالجزئيه ديت ان عنده لعيبه مجهده بشكل كبير، ووارد جدا ان الفتره اللي جايه نشوف عناصر جديده وتشكيل مختلف في النادي الاهلي. طيب مباراه نادي المقاولين، نادي المقاولين من الفرق برضو كابتن شوقي غريب عامل معاهم موسم لا باس به، يمكن عامل نتائج جيده،
شايف المباراه دي ازاي؟ المباراه ان شاء الله هتكون يوم الاحد. خلينا نستعرض مشوار طبعا فريق النادي الاهلي ونادي المقاولين، نشوف ترتيب الفريقين طبعا في الدوري. هنلاقي طبعا ان فريق النادي الاهلي طبعا بترتيبه الاول طبعا لعب 30 مباراه مقابل 33 مباراه لفريق المقاولين. هنلاقي طبعا بالنسبه للنقطه اللي فيها تعليق حته التعادلات الكتيره جدا، 17 تعادل للنادي المقاولين، نادي المقاولين رقم كبير بالظبط. انا اعتقد ان ده ممكن ينعكس نتيجه النواحي الفنيه اللي بيلعب بيها كابتن شوقي الغريب، بيلعب بثلاثه ارتكاز، فده ممكن بينعكس بقدر، بيعمل تامين بشكل كبير لفريقه، وده ممكن ده اللي انعكس على حته التعادلات في النتائج بتاعته على مستوى الدوري. فممكن برضو زي ما استعرضنا مشوار الفريق نشوف بقى طريقه اللعب، يعني استعرض طريقه اللعب بالنسبه لكابتن شوقي، يعني بيلعب بثلاثه ارتكاز. ممكن استعرض اول صوره خاصه بطريقه اللعب لفريق المقاولين. اول سؤال لا طبعا بيلعب بثلاثه ارتكاز، وطبعا على فكره كابتن شوقي حتى في كاس في الاولمبياد كان بيلعب بنفس السيستم، كان بيلعب بثلاثه 3 4 3 يعني. تمام، ده طبعا دي بالنسبه للبيلد اب بتاع الاهلي فريق مباراه الزمالك طبعا، بس احنا مش عاوزين دوت، احنا خلينا خلاص احنا بدايه خلصناها، ولكن برضه هي طبعا كانت مميزه جدا بالنسبه لفريق الاهلي انه كان بيعمل بيلد اب بكل اريحيه، ما عندوش حته الكليرنس زي ما قلنا قبل كده، لا كان عنده القدره ان هو يطلع بالكوره. خلاص خلي بالك كولر وفرقه النادي الاهلي خلاص بقت بتحضر من تحت بكل اريحيه، الادوار كانت بتبقى باينه جدا، حتى لما بيكون في ضغط عالي من المنافس دي مهمه جدا، هيبدا حتى الشناوي يشتغل انه يحط الكوره في نص الملعب على الجناب، هتلاقي موجود بيرسي تاو الناحيه الثانيه، ممكن يكون الشحات او احمد عبد القادر اللي طبعا طريقه لعب نادي المقاولين بالظبط. ثلاثة ارتكاز طبعا بيضم معاهم الاثنين بالنسبه للاجنحه، بينزلوا عشان يكمل بالظبط، بيلعب بخمسه في قلب الدفاع. دي بالنسبه للصوره الاولى. الصوره الثانيه برده دي المباراه الداخليه على فكره، خلينا برضو من المباراه اللي بعديها هنلاقي ان هو خلال مباراه ثانيه برضو بيطبق نفس الطريقة. هو بيلعب بثلاثه وبعدين معهوش الكوره الطرفين او الوينج باك عشان يامن خمسة. عشان يامن بالظبط مظبوط. هنلاقي برضو الصوره اللي بعديها استاذنكم نعرضها برضو، هنلاقي نفس طريقه اللعب بتتكرر مره ثانيه. ده بالنسبه لطريقه اللعب. ممكن برضو نستعرض بقى طب النواحي الهجوميه، هو دلوقتي بيامن من الناحيه الدفاعيه، طب طريق او اسلوب لعبه هيكون ازاي في الناحيه الهجوميه؟ لان هو دايما دي برضو من المباراه اللي بعديها، دي برضو النواحي الدفاعيه، برضو زي ما بقول السهمين دول اللي عليهم دايره دول الثلاثه السردباكات الموجودين او الثلاثه خط الدفاع في حاله فقد الكوره بينزل طرف من طرفين، اذا كان وينج باك يمين او شمال، وبيعملوا شكل خماسي يعني. بالظبط زي ما قلت حضرتك، طب عمليه بقى الترانزيشن او ازاي بقى هو هيتحول بقى هنلاقي برضو في مباراه الزمالك على الرغم ان هو خسر بنتيجه كبيره جدا، ولكن كان قدر يعمل يهدد مرمى الزمالك في نتيجه بيستغل المساحات بقى، المساحات خلف خط الدفاع نادي الزمالك، نتيجه انه بيبقى ضاغط عليه هاي بريش، فبيبتدي ان هو يستفيد. طب خلي بالك برضو النادي الاهلي متعود ايا كان من السكواد اللي هيلعب، متعود ان احنا بنعمل ضغط عالي، وبالتالي انت كمان عندك النادي المقاولين بيستغل دوت، ممكن يلعب على الاجناب في المساحات الفاضيه. بالظبط هلادي طبعا ده طبعا ضغط عالي من نادي الزمالك، اول ما بيقطع الكوره بدون اي تفكير بيبص على جون اوكلي، طبعا بيلعب كره طوليه، طبعا جون اوكلي هنا هنلاقي 10 لعيبه موجودين في قلب الدفاع، في المقابل هنلاقي لعيب وحيد بس هو اللي موجود جون اوكلي بعد نص الملعب، هتتلعب له كره طوليه طبعا على طول عشان يستفيد من المساحات دي. طبعا جون اوكلي طبعا هو هداف يعني هم يعني حتى يعني دفاع وما ياخدوش الكره بيطلعوا بيها تدرجي، هم بيلعب كره طويله عشان يستغل المساحات الفاضيه ان وجدت يعني. بالظبط، وده دي الصوره في مباراه نادي الزمالك. بالظبط تمام، زي ما قلنا طبعا بتتلعب لجون اوكلي، فطبعا جون اوكلي طبعا هو الهداف. لو استعرضنا برضو ابرز الهدافين بالنسبه للنادي الاهلي والنادي المقاولين، ممكن نستعرض برضو الجدول الخاص بابرز الهدافين، هلاقي طبعا جون اوكلي بيبقى متصدر الهدافين لنادي المقاولين برصيد 9 اهداف. بنتكلم برضو عندنا جوزيف اوشاير طبعا ب6 اهداف، يعتبر دول من اخطر اللعيبه اللي موجودين لنادي المقاولين. في المقابل طبعا عندنا محمد شريف طبعا كان حاضر بقوه، ده بيلعب باك شمال او طرف شمال او هاف شمال بالظبط، 3 4 3 بيلعب هاف شمال بالظبط، وينج كان وينج وباك بالظبط. طبعا محمد شريف كان زي ما بنقوله كان حاضر امبارح طبعا بهدف في نادي الزمالك. علي معلول بنتكلم طبعا عن لولو بيجيب طبعا 8 اهداف، يعتبر الهدافين طبعا محمود كهربا، بنتكلم في عمرو السوليه، بيرسي تاو، دول يعتبر ابرز الهدافين. حتى فادي فريد من اللعيبه المميزه جدا، لعيب مميز الموسم ده، عامل موسم كويس قوي وعنده قدرات تهديفيه بشكل كبير يعني جدا. حتى برضو ممكن نستعرض صانع الاهداف بالنسبه لفريق المقاولين، ممكن نستعرض
هنلاقي طبعا جون اوكلي برده موجود حتى في صناعه الاهداف، صنع 3 اهداف. بنتكلم في جوزيف اوشايا برده نفس الكلام. فاذا احنا بنتكلم في مصدر الخطوره عند فريق المقاولين متمثل في جون اوكلي او اوشايا بالنسبه لفريق المقاولين. وزي ما قلنا قبل كده الخطوره في حته الاندفاع الهجومي من فريق الاهلي والمساحات اللي هتبقى موجوده عشان هيستغلها فريق المقاولين بالكرات الطوليه. اه طبيعي طبعا، انت بتتكلم على سيستم، والكابتن شاوي زي ما عارفين يعني هو ما بيز يعني ما عندوش عمليه الاستحواذ في وسط الملعب، وبيحاول بقدر الامكان يستغل المساحات ان وجدت، ويستغل كمان الكور الثابته. الكور الثابته كمان بيقوم بيها بشكل بالزبط. كويس بالظبط. نورتنا وشرفتنا كالعاده، منورنا وبتمتعنا دكتور احمد، ودايما متالق، ونشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك كابتن هاني، بسعد دايما بتواجد مع حضرتك طبعا. شكرا جزيلا. لسه عندنا كلام كتير مع نجومنا الكابتن محمد حشيش والكابتن عمرو الحديدي بعد الفاصل.